السلام عليكم ورحمة الله، أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لي بزاف، ما قدرتش صراحة نصور هاد الأيام كاملة، كان ولادي عياني شوية وكنت مع هاد الأحداث وداكشي، الصراحة ما جاتنيش كاع يعني النفس باش نصور. مهم، طلبتوا مني هاد الفيديو اللي غدا نشارك معكم، كنتوا طلبتوه مني مش حال هادي الصراحة، ما يسرش الله. بغيتو كتبتوا لي في الانستغرام، بغيتوني نوريكم يعني الاشياء اللي كنعقم بها البيت واللي كنستعملها، يعني المواد التنظيف. انا ما غيرت حتى شي حاجه هاد الايام، الحاجه الوحيده هي انني زدت لوت جافيل. انا لوت جافيل عندي الحساسيه منه، ما كنقدرش، انا عندي حساسيه ما كنقدرش نستعمل مواد التنظيف، يعني اللي كنستعمل هي مواد طبيعيه من مده طويله. لو جافيل اللي الا استعملته انا كيحرقني في نيفي، يعني نيفي كيطيب ليا من المهم ما علينا، ما كنستعملوش بزاف صراحه. كنستعملو دابا غير دايره غير الصبابط، يعني اصلا حنا ما تندخلوش الصبابط للدار، يعني غير ملي كيجيو كندير واحد نبل واحد هذا واحد الجفاف، كان نمسح به الصبابط مزيان صافي وكنرجعهم في المبل ديالو. انا اصلا ما كندخلوش حنا الدار، لان المهم مع الصاله وداكشي الواحد راه ما تيدخلش بصباطو، يعني نهار كامل هو كيدور به ويدخل به للدار، هذه خاصة تكون قاعده عند مسلمين كامله كاملين. المهم كيف قلت لكم، جافيل دابا هاد الايام هذا هو الدور ديالو فقط، غير على قبل هاد الشيء ما عاده ما كنستعملوش. بالنسبه للمرحاض، المرحاض انا كنستعمل هاد لاسيد سيتريك، ملح الليمون، راه كتباع حتى عند العطار، كيقولوا ليها ملح الليمون. كنخلطها مع البيكربونات دو صود، كنخلطهم بجوج. ملي كنخلطهم كتزيدوا فيهم، ملي كتبغيو هادو المرحاض، ملي كتزيدوا فيهم الماء راه عرفتي كيتفاعلوا مع بعضهم وكينقيو لينا، يعني كيديزانفيكتيو لي طواليت مزيان، كيقضيو على البكتيريا. هذا بالنسبه للطواليت، يعني تنخلطهم بجوج. بالنسبه للصابون ديال الحوايج، الصابون ديال الحوايج فايته تشاركته معكم، غير خلي لكم ان شاء الله الرابط ديالو. وليت هذا المحلول ديال الصابون ديال الحوايج كندير تقريبا، انتما هاد الصابونه هذه كدير ليا يعني شهر، وعاد انا راه كنصبن بزاف، يعني بواحد الطريقه كنصبن بزاف الحوايج، وسبحان الله الحوايج ديالكم كيبقاو زوينين، اللي عندكم شي لي كولور كيبقاو زوينين، وزياده على ذلك راه كينقي وكيولي المفعول ديالو قوي جدا، لانني كنزيد فيه هاد لي كريستو سود، هادو راه كيديروا غير شي اورو شي حاجه يعني رخاصين بزاف. هاد لي كريستو سود كان راه نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالهم، يعني غير تنحك هذا، تقدروا تشريو محكوك ديجا، غير هذا انا عند في واحد النسبه كبيره ديال زيت الزيتون، ولا ممكن تستعملوا، انا خديت هذا باش نوري لكم، يعني غير صابونه عاديه، صابونه ديال الحجره ممكن تستعملوها، غير هذا يعني كيكون صحي اكثر لان فيه 72% ديال زيت الزيتون. كندير هاد المطايب، يعني حتى كيذوب لي هاد الصابون، من بعد كنزيد لي هاد الكريستو دسو هادو، راه نخلي لكم الرابط كيف قلت لكم. وليت كنزيد صابون البلدي، صابون البلدي مع هاد الصابون، يعني كيولي صابون مخير، يعني كتصبنوا به الحوايج كيخرج لكم حتى الطبايع وكلشي. وكنزيد حتى البيكربونات دو صود في هاد الصابون هذا، غنخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالو. ها انتم، انا كيعجبني يكون ثقيل، كنخليه شويه ثقيل، ولا بغيتو تخفوه راه كتزيدوه انتم، شتو كيكون شويه ثقيل، ها انتم شتو كيجي هكذا، مي الا بغيتو تخفوه راه تقدروا تخفوه، راه كتزيدوا فيه غير الماء طايب كيخفف انتم. هذا فيما يخص، وهذا نفسه ها انتم، ها هو زيود فيه الماء ونغسلوا به الماعن. ها الماعن دابا انا غير مع هاد الاحداث وداكشي، دابا داكشي باش كنغسل بهذا، مي انا دابا كنغسل غير الكيسان يعني ما كيبقى فيهم لا طبيع لا والو، كنغسل يعني الماعن كاملين من الطين كنغسلو غير بالبيكربونات والخل، الطين ما تنبغيش ندير ليه هاد الصابون باش ما ياخذش المذاق ديال الصابون. مهم، بالنسبه للخل، الخل اللي كنضف فيه، الخل هو هذا اللي كنستعمل، انا كنستعمل تقريبا هذا اللي كنلقى حدايا فيه 20% ديال لاسيديتي،
يعني كديري غير قطيره كيحيد الكالكير، كيحيد كلشي، كينقي كلشي. يعني كديري غير شي شويه كينقي. ولا لقيتو يعني فيه واحد النسبه عاليه ديال اكثر من 20%، فراه غادي يكون يعني مجهد بزاف وكينقي بزاف. وكنستعمل كذلك دابا تقاد ليا لالكول ميناجي، حتى هي كنستعملها، حتى هي كنمسح بها الزاج. بحال دابا الزاج انا كنمسحو غير بهادو والالكول. الالكول هو اللي كنمسح به الزاج، هادشي هذا باش كننقي. يعني الحمد لله ملي زودت المواد التنظيف اللي كان نشريو جاهزين. شحال هادي كانت عندي يعني في الشهر خاصني نشري مع 70 مطهر، وفي الاخر كنخرجوا على الصحه ديالنا. هاد الحساسيه انا ما كانش فيا حتى يعني حتى كبرت عاد ولات فيا ملي الحمد لله يعني زولت هادشي كله والاكل الصحي. الحمد لله دابا ها هو وقت انا عندي حساسيه ديال البولين، ومن بعد مع المده زادت تطورت يعني ولات كتجيني صعيبه، كانت كتشكل لي حتى مشكل في التنفس. مي الحمد لله مع المهم بفضل من الله واحد شويه ديال المجهود الحمد لله دابا ما كناخذ لا تريتمون لا والو. هذا فيما يخص هذه قالت لي هذه، قال لي هذه راه هي شاركتها معكم، واخا صراحه ما عطيتوهاش قيمه ولكن راه شاركتها معكم. المهم هي كتباع جاهزه، سميتها لا بيير دارجيل، فيها الطين. ممكن تستعملوا حتى الغسول، جربته على قبل الاخوات، جربته خديت الغسول جربته حتى كانت مزيانه حتى بالغسول. يعني كتاخذوا الطين الابيض كتخلطوا معاه، راه غنخلي لكم حتى هذه الوصفه هذه غنخلي لكم الرابط ديالها. هذه كتنقي يعني النحاس، كتنقي الاينوكس، كتنقي يعني الا بغيتوا شي حاجه تولي كتبريي كتنقيها. وحتى في الحمام مثلا ملي كيكون عندكم شي طخاس، كتكون معاك عندكم شي طخاس ولا شي حاجه ما كتبغيش تزول، كتستعملوا هذه كتزول. في الحيط حتى هو يعني في الطبله مثلا ملي كيكون شي حاجه صفيفره، بما ان ما كنستعملش لو جافيل هذه هي اللي كتعتقني، هذه كنقي بها كلشي. انتما انا دابا وليت كنصوبها في الدار، مش حال هذه راه كنت غير كنشريها. ملي كتصوبوها في الدار كطلع لكم رخيصه. كنبلل غير البونجه ديالي بالماء، تندير هكذا صافي، وكنحك يعني لا مثلا الحاجه اللي بغا نحكها صافي، وكتخرج من داكشي تخرج نقيه. صافي. وغادي نوريكم واحد المطهر اخر، انتما انا غادي ندير هنايا شويه ديال الماء طايب. ندير غير شي شويه هانتوما، وكناخد هنا عندي الصابون البلدي. الصابون البلدي هذه راه كنشريها من هنا، ولكن راه ملي كتشريوها في المغرب راه احسن. انا كنجيب معايا ولكن كتقاد عليا لانني كنستعمل بزاف بزاف الصابون البلدي. الصابون البلدي هو المنظف نمره واحد عندي، يعني كنقي به كلشي. لما عن كيخرجوا مخيرين هانتوما. انا هنا زدت هنا صافي غير الماء طايب، يعني دافي شويه باش يذوب الصابون. صافي هانتوما صافي. وكندير الرش هكا اي بلاصه مسخه وكنمسحو كنمسحو، ومن بعد كنعاود ندوز واحد يعني الشيفون يكون مبلل بالماء باش كننظف مزيان السطح، اي يعني الاسطح، السطح ديال العمال او لافابو او الحمام. هذا حتى هو تقدروا تنظفوا به كل شيء، هو ساهل يعني ما تحتاجوش هاد المواد. هذه كتشريوهم في الاول، يعني كتشريو كيطلع لكم راسي كديروا كتقتصدوا، كيطلع لكم داكشي رخيص. كتاخذوا يعني الصابون، كتاخذوا الخل خاصه الا لقيتو هذا اللي فيه لاسيديتي طالعه، راه كيدي لكم غير قرعه. هذه كتبقى عندكم شحال، انا ما بقيتش كناخذ هذاك ديال 5 لتر لان ما كيكونش مجهد بحال هذا، لان كاين فرق ما بين الخل ديال الميناج. هذا الخل مثلا غنستعملوه غير في الميناج، ما نستعملوش بالمره في الاكل، يعني خاص بالميناج.
كنستعملو غير شي شويه مثلا في البويوار ولا هذا، غير شي شويه مع الماء صافي كيتنقى لينا يعني الحاجه اللي باغي نقيو. صافي. المهم هادو هما المواد يعني التنظيف، سهله بسيطه رخيصه ما كتكلفناش بزاف وكتبقى عندنا مده طويله. انتم شوفوا هاد الخنشه هادي راه عندي من شحال يعني مده طويله، دابا كنستعملنا منها غير شويه. هادي مثلا بالنسبه للحاجه اللي عندكم مدسمه، شي حاجه اللي مدسمه مبغيتوش بغيتو تزولوا ليها السوميه ديالها، هادي كنطيبوا الماء وكنخلطوها مع الماء طيب. هاد لي كريستو سود كتعطي المفعول ديالها الا استعملتوا الماء طيب ماشي في الماء بارد. هاد راه تنظفوا بها الحيوط، تنظفوا بها يعني اللافابو، تنظفوا بها غير بوحدها يعني بلا حتى شي حاجه، غير كناخذوها كنخلطوها مع يعني واحد المعلقه، مع معلقه مثلا مع واحد الكاس ديال الماء، الماء يكون طايب وكنخلطوهم صافي وكننظفوا بهم، يعني ننظفوا بهم حتى الارض، حتى هي كتنقى كيحيد، لكن شي السم كيحيد صافي. ولو جافيل راه كلشي كيعرف يستعملو، غير هو لو جافيل ردوا البال منه، ما خاصكمش تكثروا منه، لان الا كثرتو بصراحه من الاحسن نغسلو كلشي بالصابون، غير الصابون البلدي راه كافي باش ننظفوا به كلشي، يعني كيزول الفيروس، كيزول كلشي، كينقي مزيان احسن ما تستعملوا لو جافيل. انا فاش جي في الاول فاش كنا تقدينا ورجعنا، وملي رجعنا استعملت لو جافيل باش غسلت به الصبابط، يعني مسحتهم من التحت، ديك الساعات حسيت بنيفي كيحرقني. دونك ردوا البال من استعمال ديال جافيل، وان شاء الله غدا نحاول. المهم كانت واحد الاخت سولتني حتى على الصابون ديال الماعن، راه حتى هو غير صابون البلدي، الصابون ديال الماعن غير صابون البلدي، ولا بغيتو تزيدوا فيه لي زويل ليسونسييل صافي، هادشي اللي كنزيد بحال هذا المطهر هذا اللي وريتكم، حتى هو تقدروا تزيدوا ليه لوي ليسونسييل ديال ايكاليبتوس او ديال لامونت بوافري اللي هي النعناع الفلفلي، الريحه ديالو زوينه، او ديال الخزامه وحكي يساعدوا على التطهير حتى هو. صافي هذا ما كانت، نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والى الغد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله، تهلاو في راسكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.